الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في الباب 73، قال: باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله هو باب عظيم، من أعظم أبواب الدين، ومن أعظم مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. وذلك لأن حسن الخلق من أعمال الجليلة التي ترتبت عليها الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كما سيمر علينا في الفضائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث الحسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: ليتمم صالح الأخلاق. فمكارم الأخلاق التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أقرها الإسلام، ولكن الإسلام نهى عما خالف الشريعة. أما ما كانت عليه الناس من الكرم والجود ونحو ذلك من الأعمال التي كانوا عليها فإن الشرع أقرها، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآن في ذكره، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحسن الخلق من أجل الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق إما أن يكون طبعاً وجبلة، وإما أن يكون تكسباً. فالذي يطبع على هذا العمل الصالح فإن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. أما من لم يرزقه جبلة فإنه يتكسبه تكسبا ويتعلمه تعلما. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يعني يصبر نفسه على حسن الخلق. نعم، حسن الخلق كان أجره عند الله عظيما، لأن فيه غضاضة في النفوس، خاصة إذا كان يتعلق بالأمور التي تؤثر على النفس كالكرم وكالبذل وكالصبر على الأذى ونحو هذه الأمور التي تتعلق بالنفس. فإن النفس أحياناً تصارع مع الإنسان هل يفعل أو لا يفعل. ولذلك كان الأجر عند الله عظيماً لمن حسنت أخلاقه. ففي هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه على خلق ليس عليه أحد مثله صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الناس خلقا صلوات ربي وسلامه عليه. أعطاه الله عز وجل حسن الخلقة وأعطاه حسن الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك عندما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل القرآن فعلاً وتركاً، فينتثر عند الأوامر وينتهي عند النواهي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله كان خلقه القرآن. وهنا ننبه على كلمة دارجة عند الناس، وهم أنهم يقولون: كان صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض. وهذه الكلمة لا تجوز. قد سمعت شيخنا العلامة صالح الفوزان عندما سئل عنها قال فيما معناه أنها تشبه كلام الجهمية، لأن الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق. فالذي يقول القرآن يمشي على الأرض جعل القرآن مخلوقا، وإن كان لا يقصد هذا، ولكن العبارة ليست سليمة. وإنما يكفينا أن نقول كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. فيكفينا تعبير عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامره
وينتهي عند نواهيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهذه الآية جاءت في سياق ذكر أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات. فالكاظمين الغيظ المذكورون في هذه الآية هم من أهل الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. وكظم الغيظ من أعظم الأعمال قربة عند الله سبحانه وتعالى، وكان كذلك لأنه صعب على النفوس، ولكن النفوس بالتدرب تتدرب، وعلى الإنسان أن يدرب نفسه ويجاهد نفسه في كظم الغيظ ويدعو الله عز وجل في ذلك. لذلك الإنسان في حال الغضب قد يقول أقوالا لو كان في حال الرضا لم يقلها. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. الرضا قد يقول الإنسان كلمة الحق ما يخطي، لكن في حال الغضب فإنه قد يقول أقوالا لو كان في حالة الرضا لم يقلها. وذلك عن المسلم أن يدعو الله بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعافين عن الناس. وهذا أيضا من أعظم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب، العفو عن الناس. والعفو يعني بعض الناس قد يفهمه أنه عفو عند القتال أو عند الضرب ونحو هذه الأمور. العفو في كل الأمور، العفو لمن تكلم عليك، لمن طعن فيك، لمن آذاك. ولكن هنا قيد مهم في مسألة العفو. لا شك أن العفو من أعظم الأعمال وأجلها، لكن هل كل إنسان يعفى عنه؟ قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. استنبط بعضها العلم، ودائما يذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ عثيمين رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر العفو ذكر الصلاح مع العفو دل على أنه لا يعفى عن أي أحد، وإنما يعفى عن الذي يرجى فيه الصلاح. فأما الذي لا يرجى فيه الصلاح فلا يعفى عنه. ومثال ذلك لو أن رجلا شريرا سكيرا عربيدا اعتدى عليك بضرب ونحو ذلك، هل هذا من الحكمة أنك تعفو عنه أو أنك تطالب بحقك؟ الأفضل في مثل هذه الحالة أن تطالب بحقك حتى يرتدعه ويرتدع من هو على شكلته. أما لو كان رجل لو كان هناك رجل معروفا بالصلاح والتقى وكف الأذى، وحدث منه شيء من ذلك بأن اعتدى أو ضرب أو وقع في زلة، فإن مثل هذا الأفضل في حقه العفو، وذلك لأن مرده إلى الصلاح وأصله الصلاح. وهذا لا شك أنه كلام حسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وإن عفى الإنسان عن كل من ظلمه فإنه لا بأس بذلك. ولذلك جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أرجو أن لا يعذب الله أحدا بسببي، أو كلمة نحو هذه العبارة. وهذا دليل على أنه عفى عن كل الناس، كل من أذاه، ورجع في بعض من أذى من الخلفاء فرفض في أول الأمر ثم عفى بعد ذلك رضي الله عنه ورحمه. فهنا قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذان العملان من أعظم الأعمال ومن أعظم الأعمال عند الله، لأنهما من أعظم مراتب حسن الخلق. وحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا أمر معلوم بينه الله عز وجل في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال وعنه أي أنس رضي الله عنه قال: ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته،
ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق عليه. وهذا الحديث يبين فيه أنس رضي الله عنه الحالة كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخدم. أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، هرب والده، فجاءت أم سليم بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هذا ابني أنس، وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه لوجه الله، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من حظ أنس رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ودعا له بكثرة المال والولد، حتى قيل إن بستانه ينبت في السنة ويثمر مرتين، وأنه رأى من أولاده وأحفاده 120 رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. والشاهد أنه يقول رضي الله عنه وأرضاه قال: ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حسن خلقة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا في مصافحته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الطيب فيه خلقة وتخلقا، فهو طيب الرائحة وإن لم يتطيب، ولذلك كان عرقه يتبرك به صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا خاص بالنبي، فمن فصل من جسده يتبرك به كنخامه وكعرقه وشعره، وهذا خاص به لا ينتقل إلى غيره صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا كان يحب الطيب فلا يرد طيبا، وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن التجمل الذي يحبه الله عز وجل أن يتطيب الإنسان كما كان صلى الله عليه وسلم يتطيب، وهو الطيب في ذاته وفي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولقد خدمت، وهذا الشاهد للباب، قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ليس يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، قال 10 سنين. قال: فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. انظر حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه، وانظر إلى حالنا اليوم، فنادرا أن يكون عندك عامل أو خادم أو خادمة أو نحو ذلك إلا وتجد أنك في اليوم والليلة إما أن تعارضه في شيء أو ترفع صوتك عليه في شيء أو تنهره في شيء إلا ما رحم الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل هذا كله لأنس رضي الله عنه، وهذا يفيدنا أننا نتعامل مع الخدم، مع العمال، مع الأجراء بشكل عام، أننا نتعامل معهم بالتغافل قدر المستطاع. ليس معنى هذا أننا نترك التنبيه ونترك التوجيه، لا، هذا من لازم الأخوة الإسلامية إذا كان مسلما، ومن لازم العمل، لأن الإنسان لا بد أن ينبع الخطأ، ولكن عند التنبيه لا بد أن الإنسان يكون لطيفا، يكون لطيفا، إلا إذا احتاج الأمر إلى شدة فإن الشدة مطلوبة أحيانا، لكن نحن نتكلم عن الأصل، الأصل أن يكون التعامل معهم باللطف واللين، هذا هو الأصل. وأما إذا حصلت شدة فإن الشدة تكون طارئة وتكون بقدرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في تعامله اللطف واللين مع الخدم والعمال، وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نتعامل به، أن نتعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.